معاناة أهالي مدينة اللطامنة الواقع في الريف الشمالي لمحافظة حماة لم تكن وليدة هذه الأيام، وإنما منذ أكثر من 3 سنوات بعد أن أصبحت هذه المدينة أشبه بحقل رمي لطائرات ومروحيات النظام، حيث أجبر أهلها على النزوح عنها، ومن بقي فيها بلغت معاناته فيها ذروتها، حيث طالت رغيف الخبز ومياه الشرب وتراهم طوابير مصطفين من أجل الحصول على مياه الشرب. نحن أهالي مدينة اللطامنة عم نعاني من قلة المي، ما عندنا مي، لا كهرب لا مي لا آليات لا شيء. وهذه المعاناة التي فرضها واقع مرير على هذه المدينة التي باتت الخط الأول للمواجهة مع قوات النظام في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بيد أن الجيش الحر فيها لم يقف مكتوفا الأيدي حيال هذه المعاناة، إذ أمن صهاريج لنقل مياه الشرب بكميات وافرة من أماكن تتوفر فيها آبار ارتوازية قيد الخدمة، حيث تعمل على ضخ المياه في هذه الصهاريج ومن ثم تنقلها هذه الصهاريج إلى داخل المدينة لتوزيعها على الأهالي والتخفيف من معاناتهم. أخي شباب جيش الحر قاموا بتوزيع المياه للمواطنين اللي ما بيوجد لهم مي للشرب أو للوضوء أثناء الصلاة، ودول الشباب قيمة المي ما في، بياخذوا شكل رمزي بس حق المي للآبار اللي عم بيعبوا منها، هن ما بياخذوا شيء، الله يجزيهم الخير. وتوزيع هذه المياه على الأهالي وذلك بتفريغها بخزانات إذا وجدت، وفي معظم الأحيان يتم تفريغها في أجباب حفرت إبان الثورة والتي تتسع إلى أكثر من 5000 لتر من المياه، ولا يوجد منزل في هذه المدينة إلا وحفر فيه جب إلا من تعذر عليه الحفر. وتوصيل مياه الشرب مجانا إلى الأهالي من قبل الجيش الحر، إلا أنهم يدفعون ثمن المياه فقط إلى صاحب البئر، والذي يعتبر مبلغا زهيدا إذا ما قلنا بالسعر الحقيقي، أي بسعر الكلفة التي يتم من خلالها سحب المياه من أعماق الأرض لضخها في الصهاريج بحسب ما يؤكده الأهالي وقادة في الجيش الحر. الله يجزيهم الخير أبو جبل ارتوازي وجيش الحر، جاب لنا سيارة وصار دخلنا ماي عم ياخذ بس قيمة حق الماي كل 5000 لتر 500 ليرة لا غير، فقط لا غير، عم ينقلها للبيت كل يوم والمازوت وغلاء المازوت وكذا، الله يجزيهم الخير. جمع العزي والبيت العزي، تابعين للجيش الحر نقوم بإيصال المياه للمواطنين مجانا، إلا إذا أخذ على 5000 لتر مي 500 ليرة سوري، لنعطيها لصاحب البير المي اللي عم يعبي من عنده مي، ونحن بخدمة المواطنين المتبقيين المتواجدين في مدينة اللطامنة. إذا نجح الجيش الحر في السيطرة على هذه المعاناة بتأمين مياه الشرب إلى أهالي مدينة اللطامنة الذين تعذر عليهم النزوح، محمود الحموي، ريف حماة.